عندنا في الفقرة دي كلام كتير عايزين نتكلم مع حضراتكم فيه متعلق بمنافسات بطولة مصر الدولية للريشة الطايرة لذوي القدرات الخاصة في نسختها الأولى اللي أقيمت مؤخرا في استاد القاهرة الدولي، ونجح من خلالها منتخب مصر في أنه يتوج بثمان ميداليات. طبعا إنجاز محترم جدا. هنتكلم مع حضراتكم عن هذه البطولة وعن تفاصيلها وعن تفاصيل هذه الرياضة بشكل عام مع ضيوفنا اللي منورنا، كابتن نصر يوسف مدرب عام منتخب مصر للريشه الطايره البارالمبيه، وكمان منورنا عمر محمود لاعب منتخب مصر للريشه الطايره البارالمبيه. صباح الفل عليكم. صباح الفل. مبروك الانجاز المحترم. ميرسي خالص. شكرا. صباح النصر والهنا وسعداء بيكم جدا بجد، وفي نفس الوقت عايزين نتعرف عليكم اكتر قبل بقى ما نتكلم عن البطوله ونتكلم عن التفاصيل. مين كابتن نصر وابتديت ازاي التدريب؟ وبرده طبعا كابتن عمر عايزين نعرف منك. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر يوسف، مدير فني فريق حلوان للريشه الطايره ومدرب عام منتخب مصر. الحقيقه انا بدات الريشه الطايره بالصدفه. انا حياتي كلها اصلا مصارع ذراعين، انا بطل عالم ومحاضر دولي مصارع ذراعين اللي هي الريست. طبعا. رئيس لجنه حكام افريقيا. وبدات الريشه الطايره معايا كده بالصدفه، كان ليا صديق خد دوره تدريب ريشه طايره اسمه محمود عطيه، وهو اللي عرفني بيها الحقيقه. لقيته الكلام ده كانت سنة 2017، فلقيته بيقول لي أنا أخدت دورة تدريب ريشة طايرة. قلت له إيه ريشة طايرة؟ قال لي حاجة عاملة زي التنس كده وجديدة وبتاع. فكابتن محمود كان حابب إن هو يبدأ يدرب ريشة طايرة، فجي عندنا النادي ومرن ريشة طايرة. بدأت أحب الريشة طايرة عشانه، يعني أنا كنت زي ما بقول لحضرتك كده أنا بطل عالم أصلاً مصارع ذراعين، والهيستوري بتاعي كله مصارع ذراعين. فبدات اجي الكابتن محمود صديقي واشوف هو بيتمرن، بدات ان انا العب معاه ريشه طايره على سبيل الهوايه فقط، يعني انا حبيت الرياضه دي مع الكابتن محمود. المهم بعدها بسنه وانا بمارس الرياضه دي وكان معايا صديق اسمه عاطف عبد الكريم، فوجئنا ان الاتحاد المصري للريشه الطايره عامل ورك شوب مع الاتحاد الافريقي للريشه الطايره لذوي الاحتياجات الخاصه. فجمعنا عدد كبير من الافراد ذوي الاعاقه وبداوا يتمرنوا ريشه طايره. مين بقى اللي كان سابق في الموضوع؟ كنت انا وزميلي عاطف اللي بتمرن اوريدي مع الكابتن محمود، فكان لينا السبق وكان مستوانا يؤهلنا للضم لمنتخب مصر. سافرنا منتخب، بمثلنا منتخب مصر في بطوله افريقيا في اوغندا 2018، عملت فضه ميداليه فضه في بطوله افريقيا. ولان انا اصلا فكري تدريبي، يعني انا اصلا مدرب ومعايا ماجستير في البايوميكانيك، فقررت ان انا اكون مدرب ريشه طايره كمان. يعني انا سعيد ان هواد سالت حضرتك السؤال ده، لان غير كده ما كناش نعرف ابدا الخلفيه دي. لان الشفت حاد جدا من لحظه هي ايه اصلا الريشه الطايره لمدرب منتخب مصر في الريشه الطايره. المهم بدات طبعا استغل فكر التدريب والبايوميكانيك اللي انا درسته ان انا ابقى مدرب. فكنت مدرب ولاعب في نفس الوقت، مدرب ولاعب، مدرب في نادي ولاعب منتخب مصر ريشه طايره. وطبعا كنت رقم واحد على مستوى الجمهوريه لغايه ما دربت لعيب عندي خليته كسبني. يا خليته كسبني، ما انا بمرنه عشان يبقى يعني بطل. بس كسبك فار يعني؟ لا كسبه، يعني انا اقصد ان انا مرنته وصل لدرجه ان هو كسبني. يعني انا كنت رقم واحد في مصر، وبعدين وصلت رقم واحد في افريقيا. الفريق بتاعي اللي هو حلوان اللي من ضمنهم عمر البطل، في لاعب طبعا حضرتك عارف في رياضه ذوي الاعاقه بتبقى حسب التصنيف الطبي اللي هو كل فئه اعاقتها قريبه من بعض شويه بتنافس مع بعض. فاللاعب اللي في المنافسه بتاعتي اللي هو من عندي كان تاني بعديه لغايه ما وصل لمرحله ان هو كسبني وبقى رقم واحد. ده الحفل الافتتاح بتاع بطوله مصر الدوليه، وطبعا هم داخلين باسم الدول بس طبعا، فكان حاجه 20 دوله وكانت منافسه قويه جدا. دول ابطال نيجيريا. على فكره نيجيريا نازله بقوه وكانت منافس قوي جدا في البطوله. نيجيريا وافريقيا تطوير رهيب. طبعا. طب عمر بقى كلمنا شويه برضو كده، يعني احنا معانا بطل يا جماعه مش سهل. وعلى فكره انا لما قريت عنك قبل ما تيجي شويه، لا انت من اللعيبه اللي يتخاف منها كمان، يعني بيعملوا الكابتن عمر حساب كبير. كلمنا بدايتك في الرياضه دي، وكلمنا برضو مين اللي كان بيشجعك في الاول ومين اللي كان بيدعمك، يعني عايزين نعرف برضو قصتك يا عمر. بص، اول ما بدات اللعبه دي كنتش صراحه ما كنتش عارفها، ما كنتش فاهم يعني ايه ريشه طايره دي. فالمهم كنت نازل النادي، كنت نازل انا ومامتي وقرايبي مع بعضينا، ففي كابتن عرض علينا قال احنا فرقه مع بعضينا بنلعب ريشه طايره
وعايزينك معانا، فقلت له يعني ايه نشا طايره دي؟ قال لي لعبك كده مش معروف قوي بس تيجي تنم معانا. ده كان من كام سنه يا عمر؟ ده من 5 سنين. فرحت وفضلت العب. الاول ما كنتش حاببها عشان كانت صعبه عليا، مع الوقت كابتن نصر خلاني احبها وتعبت عشانها وتعبت. انت كام سنه دلوقتي يا عمر؟ انا عندي 19. ما شاء الله. وقبل ما تتجه لكره يعني كره الريش الطايره، كنت بتلعب رياضه ثانيه؟ ولا دي اول دخولك مجال الرياضه عموما؟ اول حاجه بداتها. حلو جدا. طيب المنافسات والبطولات اللي انت بقى بتشارك فيها، استعداداتك اللي انت الشخصيه بتبقى ازاي، غير اللي مع كابتن ناصر وغير الاعداد اللي قبليه والمعسكرات، انت بتبقى بتستعد نفسيا ازاي؟ مين اكتر حد بتحب في العيله تتكلم عنه؟ يعني انا عايز اعرف كبطل عمر ايه الروتين بتاعه؟ اللي هو انا كنت مامتي هي اللي كانت خلتني احب اللعبه دي. ما كنت عماله مش كنتش عايزه اتمرنها، وهي قالت لي لا هتروح، قلت لها لا مش حبيبها. ليه مش ليه كنت مش عايز؟ ما كنت غريبه عليا، وكنت لسه بقى دخلت مع الفرقه دي، فخلتني اروح وخلتني احبها واتمرنت بس. طب انا عايز اقول سر في الحته دي. اتفضل. عندنا الريشه احنا بنستخدم ريش كتير قوي في التمرين، فانا بمرن اللاعب، فبخلي اللاعب اللي عليه الدور يلم الريش. عمر اول ما جالي جديد كان المفروض يبقى عليه الدور، فانا بمرن اللاعب، فانا بطلب من عمر ان هو يلم الريش. فهو كان حاسس، كان لسه جاي النادي وانا جاي يلم الريش، فلقيته اعترض. يعني هو حاسس خدع على نفسيته بالظبط في الاول، فلدرجه قال لي كوتش بعد اذن حضرتك انا مش جاي لم الريش، انا مش هلم الريش. فدي كانت من الحاجات اللي كانت مضايقه، بس بعد كده عرف ان ده طبيعي، لان طبعا كل واحد عليه الدور بيلم الريش لنفسه، لانه بعد كده هيتمرن. هو اول ما يلم الريش انا بروح اقول لم اول واحد. وديك بقيت بطل في نهايه المشوار. بطل 3 ميداليات بالمناسبه في بطوله مصر الدوليه، عمل في السنجل وعامل في الدبل وعامل في المختلط. حاجه محترمه. فما شاء الله عمر من الناس اللي عملوا انجاز كويس. يعني احنا عندنا يا كابتن ناصر كام لاعب تقريبا في الريشه الطايره البارالمبي دلوقتي بيشارك؟ يعني كام لاعب بشكل عام في مصر ولا اللي شارك في مصر؟ لا انا عايز اعرف الاول بشكل عام. بشكل عام في مصر في يعني البارالمبي فوق ال 150 لاعب. هايل. واللي شارك في البطوله؟ اللي شارك في البطوله 34، ودول مفترض ان هم افضل 34 في الجمهوريه. ودي بقى انا منتزل فرصه بشكر مجلس اداره الاتحاد بصراحه، لان هو اتاح لاكبر عدد انه يشارك في البطوله. ما شاء الله. دي كانت فرصه كويسه ان اللعيبه تتصنف تصنيف دولي، علشان طبعا التصنيف المحلي زي ما قلت لحضرتك كده بيبقى كل فئه اعاقه مع بعض. فاحيانا التصنيف المحلي بيبقى مختلف شويه، يعني حطه في الكلاس ده ولا الكلاس ده بيبقى فيه شويه يعني ميس اندرستاند كده، لكن فرصه التصنيف الدولي لما تصنفني افضل لاعبين دي كانت حاجه كويسه جدا عشان نضمن العداله. فاشترك في البطوله 34 لاعب. احنا في مقدمه الفقره دي كنا اتكلمنا بشكل عام عن البطوله اللي اتنظمت في مصر في استاد القاهره مؤخرا، وقلنا ان انتم حققتوا 8 ميداليات في هذه البطوله، بس كان الكلام عام، عايزين نعرف بقى من حضرتك شويه تفاصيل عن مشاركتنا في هذه البطوله. التفاصيل اولا كان يعتبر حلم بالنسبه للمجال ريشة الطايره البارالمبيه ان احنا ننظم بطوله دوليه في مصر. معظم اللعيبه زي عمر ولعيبه كتير كانت ما بيبقاش فرصه ان هي تسافر بره. لما احنا نجيب بره لهنا دي كانت انجاز. وليه ما فيش فرصه ان هم يسافروا بره؟ ضيق ذات يد الاتحاد. الامكانيات طبعا والوزاره وحاجة، عارف طبعا الدعم كله بيبقى لكره القدم. فالعدد اللي بيسافر كان بيبقى محدود شويه. هنا انا شاركنا 34 لاعب، طبعا صعب قوي ان احنا نسفر 34 لاعب بره. فلما تعمل بطوله دوليه هنا دي كانت فرصه كويسه جدا. طلبنا من مجلس الاداره واستجاب بصراحه، وبدا ينسق مع الاتحاد الافريقي والدولي، وجاب لنا البطوله، وان شاء الله تبقى سنويه. يعني الجميل في الموضوع ان النسخه الاولى زي ما حضرتك قلتي اللي هي في يناير، ان شاء الله كل يناير هتبقى نسخه بطوله مصر الدوليه. انا عندي سؤال، المنتخبات اللي بتيجي دي بتبقى جايه على حسابها ولا بتبقى جايه على حسابنا، يعني ولا بالشراكه؟ لا على حسابها طبعا. على حسابها كل منتخب بيشيل اللعيبه بتاعته. حتى الاتحاد الدولي الاقامه بتاعته بتبقى على حسابه. اوكي. فده بيبقى داخل لو على حسابنا احنا، برضه سؤالك منطقي جدا، لو على حسابنا طب ما نسفر نسفر بقى ال 30 بره بالعالم الخارجي طبعا. فهي بيبقى برضه بتنشط السياحه. الاتحاد المصري برئاسه الدكتور علي واعضاء مجلس الاداره الحقيقه كانوا عاملين برنامج سياحي بقى، سياحه رياضيه، ما ده الملف اللي بنتكلم عنه. خدوهم عملوا باص وعملوا رحله لكل الوفود وطلعوا بيهم الاهرامات، والناس كانت مبسوطه جدا. اكيد. وانا اعتقد ان شاء الله النسخه الثانيه العدد هيبقى اكتر، يعني اشترك في البطوله 24 دوله 150 لاعب اجنبي،
ده انجاز. انا اعتقد النسخه الثانيه ان شاء الله هيكون اكتر. هو نجاح النسخه الاولى بيبقى دايما يعني منطقي جدا انه بيتبني عليه ان يبقى في استدامه بقى في تنظيم هذه البطوله. طيب عمر، عايزين نتعرف عليك انت شخصيا اكتر بقى، يعني بتدرس ايه، بتعمل ايه غير ممارستك لهذه الرياضه؟ انا واخد دبلوم تجاره. خلصت وخلاص ما شاء الله، برافو عليك. فحبيت بقى قلت هتيجي بقى للرياضه وركزت فيها بقى. ركزت الحمد لله. كان في منافس عبد الرحمن دوت، تعبت عشان خسرته اللي هو افريقيا ده وكسبت الحمد لله. انت محقق كم ميداليه لحد دلوقتي؟ حوالي 10. 10 ميداليات. وكل ميداليه من دول طبعا ليها كواليس وليها قصه. يعني ايه احسن او انت جايب ميداليتين من العشرة؟ دي بتاعت مصر الدوليه. طب كلمنا اكتر. كلمهم على اول مره تكسب عبد الرحمن، لان دي اعتقد اول ميداليه عموما خدتها في اي مسابقه او اي بطوله شاركت فيها كانت ايه؟ كانت من 5 سنين، كنت اول مره اشارك، كنت فرحان قوي ان انا خدت ميداليه وطلعت الثالث. طبعا كنت فرحان، فقلت لا انا لازم انا امارس برضه، لسه في تاني واول، وتعبت على نفسي وخدت الثاني، بعد كده برضه تعبت ثاني ونافست عبد الرحمن اللي هو بطل افريقيا ده وكسبته. ده كانت فرحه كبيره قوي ليا دي. ابتديت تحب بقى اللعبه بأول بعد اول فوز. أيوة، انت كنت في الاول مش عاجباك، بعد كده ابتديت تحبها. طب ايه طموحك للي جاي؟ يعني دلوقتي عمر واصل لمكان ان هو بطل في رياضه الريشه الطايره للبارالمبي لمصر، وفي نفس الوقت انت محقق يعني ميداليات عددها جيد جدا. انت اللي جاي نفسك في ايه؟ نفسي ابقى بطل افريقيا زي عبد الرحمن برضه، وبعد كده اطلع بطل العالم بقى واسافر الاولمبيه. عمر اهو يا جماعه، هو الميكس بتاعه. جميل جميل. هل الحلم ده يعني مش هقول مشروع، كل الاحلام مشروعه، بس نسبه تحقيقه ايه؟ يعني ان عمر يبقى في الاخر بطل بارالمبي مصري؟ لا، نسبه تحقيقه كبيره، لان عبد الرحمن اللي هو بيكلم حضرتك عليه ده كان بطل افريقيا في نفس الفئه الطبيه بتاعت عمر، وسافر اكتر من بطوله دوليه عبد الرحمن. وعمر اجتهد وقال انا ليه ما اطلعش اول، بصراحه تعب في التمرين، لغايه ما كسب عبد الرحمن، وكان ماتش قوي جدا. ماتش كان هايل، لان انت بتلاعب بطل افريقيا طبعا وانت لعيب محلي طبعا. كسبه وبقى هو رقم واحد في مصر، فهو كده معنويا هو بطل افريقيا لان هو كسب البطل. صحيح. فان شاء الله. وعمر على فكره كان مرشح يسافر بطوله افريقيا اللي فاتت، لولا برضو ظروف الدعم ما حصلش نصيب. بس عمر طالما هو رقم واحد في مصر، هو في منتخب مصر، وان شاء الله فرصته يسافر افريقيا وارده جدا. النوع ده من المعوقات يتم تسجيله في القريب العاجل، لان احنا عندنا بالفعل ابطال واعدين وممكن يشرفونا جدا لما يشاركوا في بطولات دوليه. بالظبط ان شاء الله. نورتونا نورتونا يا كابتن ناصر وعمر. انا عايزه بس رساله اخيره عمر يقولها لنا للشباب اللي بيمروا بنفس الظروف، اللي مع الاسف ما عندهمش من القوه والثقه بالنفس اللي عندك يا عمر، لان دايما بنحب نطلع برسائل، فيا ريت توجه لهم رساله بناء على انت تجربتك. اللي هو تيجي ورا حلمك، وفي تنمر كتير. التنمر موجود، الناس عندها مشاكل نفسيه. التنمر دي مشكله وحشه قوي، بتخلي الواحد تاثر على نفسيته، بس انا كان عادي بالنسبه لي. التنمر ده كان بطل افريقيا يا استاذ، مفيش حاجه بالنوع ده تاثر. ودولي بقى خلاص، وهاش افريقيا دولي. وكنت مصر ورا حلمي اللي هو باذن الله هحققه باذن الله. ان شاء الله لسه في حلم تاني، وان شاء الله هنستضيفك هنا في يوم من الايام باذن الله وانت بطل بارالمبي. وارد جدا باذن الله. نورتنا يا عمر، نورتنا يا كابتن ناصر. شكرا لك، شكرا على الاستضافه الجميله. احنا اللي ساعدنا وتشرفنا بيها، وان شاء الله تتكرر عن قريب بانجاز جديد لعمر ولحضرتك. نورتونا وشرفتونا. خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام. اتفضل.